السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. بت يا لميا، المكوة بالراحة على المكوة، هتكسريها. يا شيماء وطي الصوت شوية حبيبتي، وطي صوت الأغاني، مش عارفة أسمع الزبونة. عمرو تياب، لا خليه، مفيش مشكلة، أمريني يا عسل. تسلميلي يا رب، فرح إن شاء الله الخميس الجاي، وكنت عايز أحجز عندك ميك اب وفورمة إن شاء الله. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف 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 مبروك. مش هتحجزي حمام مغربي؟ حمام مغربي لا شكرا، شكرا مش عايزة. ميك اب وفورمة بس، يعني فيش حمام مغربي. طب يا حبيبتي وريني شعرك كده شوفه، عشان اعرف الفورمة هتتعمل مزنبليه او مش مزنبليه، يعني وريني كده شكل الفورمة هيبقى عامل ازاي. شوف شعرك يا حبيبتي، شوف شعرك، ما تخافيش مفيش حاجة، شوف بس شكل الشعر. طبعا طبعا، اتفضلي اهو. ايه ده؟ لا يا حبيبتي ده خشن قوي، وده هيتعمل ازاي ده؟ لا لا، ده ما يتعملش لا فورمة ولا اي حاجة، ده هيبقى شكل وحش جدا، وحتى لو عملت اي حاجة مش هتثبت. ليه حضرتك بس؟ ما هو شغال وكويس، يعني اهو يقضي غرض برضو، وفي الفورمه برضو هيبقى كويس، مش هيبقى وحش قوي ان شاء الله يعني. لا لا، احنا كده نعمله لك بروتين. بروتين؟ ايوه بروتين، هيخليكي قمر وشعرك ناعم وحلو. اسمعي مني، ده جميل جدا ومطلوب، وكل الناس بتطلبه مني، وخلي بالك انا الوحيده اللي بعمله بالشكل ده وبالسعر ده برضو. بس حضرتك يا مدام، بيقولوا ان البروتين ده بيوقع الشعر وبيضره جدا. لا لا، بيوقع ايه، ما شعري اهو زي الفل قدامك. لا بيوقع ايه الكلام ده، ده انا هعمله لك مفيش اي حد يعرف يعمله زي، ما تقلقيش. يبقى كده انسه فوزيه، ميك اب فورمه بروتين. الف الف مبروك يا عروسه. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لك كل الفيديوهات الطبيه، وسيبولي اي سؤال تحت الفيديو وانا هجاوب عليه. ومش كفايه تعملوا اشتراك بس، في علامه جرس تدوسوا عليها لغايه لما يطلع خطين علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، وعلشان ناس كتير جدا مش بتشوف الفيديوهات. خلينا نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك علشان يوصل لكل الناس. بالنسبة لمشكلة البروتين، زي ما انتوا شفتوا انه على طول بيتم اقتراحه على ناس، اعملي بروتين، البروتين كويس، البروتين فظيع، البروتين نتائجه جبارة، ده هيخلي شعرك جميل وتحفة ومش عارف. حقيقي فعلا اول ما بتعملي البروتين، انا مش هكذب، هتشوفي نتيجة حلوة جدا، وهتبقي مبسوطة بشعرك، ويعني حاسة انه في اختلاف كبير جدا. بس بعد ما انت تعمليه على الاقل شهر او شهرين، اضمن لك 100% انه شعرك كله هيبدا يقع بشكل هيزعجك جدا وهيضايقك، وهتحسي ان انت يعني دفعتي فلوسك كلها في حاجه فاضيه ما تستاهلش. ده غير ان انت هتلاقي فروه الشعر نفسها بقت ضعيفه، والشعر كله ابتدى يتكسر بطوله بشكل مزعج جدا. في ناس كمان لما بتعمل بروتين بيحصل لها طفح جلدي واحتكاك شديد، وبيروحوا يعني يبداوا يتعالجوا بقى، ويبداوا مشوار علاج عند دكاترة الجلدية علشان يعالجوا الالتهابات الشديدة اللي بتحصل لهم من البروتين. ده غير انه بعد الشر عنكم، يعني في ابحاث اثبتت ان هو ممكن يؤدي لحدوث سرطانات. يعني سرطان، بصي لو اول حاجة انت قاعدة عادي وبتعملك وشمتيه، ممكن لو شمتيه ده يسبب استنشاقه سرطان، او طبعا من خلال اختراقه للجلد. فيعتبر طبعا من اخطر الحاجات الموجودة حاليا هو البروتين. وبالرغم طبعا من انه دايما بيتحذر منه، لكن بشكل ما الناس بتقتنع بيه بسهولة، لانه حل سريع، حل سهل، حل بسيط، بيطرح عليهم بسرعة. طيب الحل ايه بقى يا دكتورة؟ انت ما قلتليش دلوقتي البروتين مؤذي والبروتين مش كويس، وخلاص انا هحاول ما اعملوش. لو انا دلوقتي عندي مناسبة، عندي فرح، عندي خطوبة، عايزة اي مناسبة احضرها، ازاي اقدر اعالج الموضوع ده؟ اول حاجة ان انت تعملي سشوار او مكوى عادي، دي من طرق الفرد كويسة. بس هنحمي شعرنا طبعا لازم من الحرارة بتاعة المكوى او السشوار. اهم حاجة علشان تحميه ان انت تشتري من الصيدلية سيرم كويس تدهنيه قبل المكوى او قبل السشوار مثلا بنص ساعة، علشان يحمي الشعر من الحرارة الشديدة. ايه اهم سيرم موجود؟ في كتير قوي سيرم في الصيدلية، لكن سيرم بعتبره من انواع الكويسة جدا والممتازة، سيرم زيرو فريز، كويس ممتاز
آمن مفهوش مشكلة تستخدميه قبل السشوار أو المكوى بنص ساعة علشان تحمي شعرك من الحرارة. طيب اشمعنى السيرم ده؟ يعني أنا ليه رشحته أكتر من أي سيرم تاني؟ لأنه أساساً بيساعد على علاج وحماية الشعر الجاف والتالف يعني اللي بيتأذي من الحرارة الشديدة. فزيرو فريز بيعتبر أصلاً بيركز على الموضوع ده وبيحمي الشعر من الحرارة الصعبة جداً. ده غير أن أنت مثلاً لو عاملة لون في شعرك أو عاملة صبغة، الزيرو فريز بيحافظ على اللون. يعني مش من الحاجات اللي لما تستخدميها مرة واتنين تلاقي اللون بيقع واللون بيبهت، لأ، السيرم ده بيبقى كويس جدا وبيحافظ على شعرك بنضارته وبيحافظ عليه بنفس اللون. طيب بص يا دكتورة، انا مش عايزة استخدم سشوار ومكوى، ما عنديش الاوبشن ده، شوفي لي حاجة تانية استخدمها. خلاص لو انت مش عايزة تستخدمي سشوار او مكوى او الحاجات دي، ممكن نبدأ نهتم بشعرنا بطرق طبيعية. عايزة اقولك لو استخدمتي زيت طبي كويس مع كريم طبي كويس مع شامبو وبلسم خاصين بالشعر التالف او المجعد او الناشف، هتشوفي نتيجة كويسة، بس تواظبي عليها، يعني تواظبي عليها وهتبدأي تشوفي النتيجة ملحوظة مع الوقت، افضل بكتير جدا من فكرة البروتين. طيب ايه اهم او ايه اكتر الحاجات المهمة اللي ممكن اشتريها علشان تفرق في شعري؟ بالنسبة للزيت، في زيت فيفيدول، والزيت ده حقيقي من اكتر الزيوت اللي فعلا بتدي نتائج مبهرة مع الوقت، لان هو يعتبر فيه خلاصة زيوت كتير زي زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جنين القمح. الزيت ده اول حاجة ان هو بيحافظ على الشعر، وتاني حاجة ان هو بينعم الشعر الخشن، وتالت حاجة ان هو بيدي ليونة للشعرة نفسها عشان ما تتكسرش، عشان الشعرة بتاعتك ما تبقاش متكسرة. فهو بيعمل لك التلات حاجات المهمة دول. نعمل حمام زيت مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع هيبقى كويس جدا. بس ازاي نعمل حمام الزيت ده؟ يفضل علشان تلاقي نتيجة كويسة جدا من حمام الزيت انك تعمليه بعد ما تكوني طالعة من الشاور او تكوني غسلة شعرك، يعني يكون شعرك مبلول، وتبدأي بقى تستخدمي شوية من الزيت وتبدأي تدهني الفروة بتاعت الراس، ويبقى يعني يوصل للاطراف والجذور بشكل كويس جدا، وتغطي شعرك مثلا لمدة نص ساعة وبعدين تغسليه مرة مرتين في الاسبوع، هتلاقي نتيجة رهيبة جدا مش محتاجة اي حاجة تاني. طيب ده الزيت. ايه بقى كريم كويس جدا للشعر؟ كريم كافة. كريم كافة من الكريمات الرائعة والحلوة جدا، لانه هو اصلا فيه كافيين، فيعتبر يعني اي حاجة يا جماعة فيها كافيين، شامبو او كريم، حلوة للشعر، هاتيها على طول وانت مغمضة. فكريم كافة ده يعتبر من الكريمات المهمة جدا والموجودة في الصيدليات ومتوفرة، ما فيهاش مشكل. طيب ايه اهم مميزات برضو كريم كافة؟ اول حاجة ان هو برضو بيحافظ على لون الشعر المصبوغ. لو انت عاملة صبغة في شعرك، ده من اهم الحاجات اللي هتحافظ على لون مش هتغيره. تاني حاجة ان هو ممكن القشرة بيقللها بشكل كبير وبشكل ملحوظ. تالت حاجة ان هو بيساعد الشعر على النمو، وبرضو بيحاول يعالج الشعر التالف ويحميه من التلف الشديد اللي بيحصل له. ده غير انه الناس اللي بتعاني من الشعر الجاف جدا، فهو الكريم ده برضو بيمده بزيوت كويسة جدا علشان يبقى طري ويبقى كده هادي، مش مثلا ناشف قوي وبيتقطع وبيتكسر، لا، ده بيديله ليونة وبيمده بزيوت كويسة جدا. فكريم كافة من الكريمات الكويسة جدا تقدري تستخدميه مع الزيت علشان تشوفي نتيجة كويسة. طيب نيجي لنقطة تالتة. دلوقتي انا بستخدم زيت كويس، بستخدم كريم ممتاز، بقي لي بقى الشامبو والبلسم. افضل شامبو وبلسم، وخلي بالكم الشامبو والبلسم الاثنين موجودين في ازازة واحدة، وهي السترونج فيل. سترونج فيل شامبو وكونديشنر موجود برضو في الصيدليات متوفر، الاثنين مع بعض ويعتبر منتج طبي ويعتبر فيه يعني فوائد حلوة جدا وممتازة للشعر. يبقى كده لو انا مش عايز اعمل بروتين، يبقى ألجأ للطرق المعتادة زي السشوار او المكوى، بس استخدم سيرم كويس علشان احمي شعري من الحرارة. لو انا مش عايز استخدم الحاجات دي، ممكن ابدأ استخدم زيت كويس، كريم كويس، شامبو وبلسم كويسين، هتشوفي نتيجة حلوة جدا مع الوقت، حافظتي على شعرك، حافظتي على فلوسك، يعني هتحسي ان انت حاجة تعبتي فيها كده وشايفاها وهي تبقى افضل وافضل، وده احساس هيبقى جميل جدا. اهم حاجة يا جماعة تحافظوا على شعركم، وانتوا تقدروا تعالجوه بطرق كويسة احسن 100 مرة لما انت تبقي زعلانة عليه ويعني مش عارفة تعالجيه ازاي، ويبقى خلاص البروتين بهدله وكسره، وتبدأي تتعالجي بقى وتروحي الدكاترة عشان ترجعي تطولي شعرك تاني.
أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وأشوفكم إن شاء الله في أحسن صحة وأحسن حال. أشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.